بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى سنتعرف في هذا اللقاء على كيفية وطريقة فتح الصور والملفات باستخدام برنامج الفوتوشوب، وأيضا سنتعرف على أداة الزوم تول، وأداة الهاند تول، وأداة الكروب تول، وكيف نعمل عملية حفظ للملفات. الآن في البداية هنتعرف على شيء مهم جدا، وهو كيفية إدخال وفتح الصور باستخدام برنامج الفوتوشوب علشان أقدر أشتغل عليها. طبعا موجود أكثر من طريقة لعملية فتح الملفات والصور، والآن هنبدأ بأكثر الطرق شيوعا واستخداما. أول طريقة أو الطريقة الأولى، أنا عندي صورة في مجلد أو موجودة على جهاز الكمبيوتر، تمام؟ هروح أختار صورة من الصور، على سبيل المثال أختار صورة رقم 1 بالضغط عليها بالماوس بزر الفأرة الأيسر ضغطة واحدة، وأروح أسحبها حتى أصل إلى البرنامج الفوتوشوب، وأجي في المنطقة هنا في الوسط، المنطقة في الوسط، ومجرد ما بيجيني كلمة نقل بروح أترك إيدي على الماوس، بلاقي الصورة نزلت وين؟ في البرنامج الفوتوشوب. بنلاحظ عندي موجود هنا تاب جديدة، 1 اللي هو اسم الصورة، جي بي جي امتداد الصورة، 66.7% هو عبارة عن الزوم الموجود للصورة، بعدين الار جي بي هو الكلر مود، بعدين الثمانية اللي هو الكلر بيكسل. طيب في عندي اكس صغيرة، ايش وظيفة الاكس الموجودة هنا؟ هذه الاكس وظيفتها انه انا الصوره ممكن اغلق الصوره من خلال الاكس هذه. طب الاكس الكبيره هذه الموجوده في الزاويه هذه لها علاقه باغلاق برنامج الفوتوشوب. نضغط على الاكس الصغيره ونشوف ايش ممكن يصير. تم اغلاق الصوره. طيب خلينا نكرر التجربه كمان مره. نروح على المجلد الموجود في الصورة اللي بدي افتحها، اسحبها واروح على برنامج الفوتوشوب، واجي في الوسط لما اشوف كلمة نقل بروح اترك ايدي على الماوس، وبنلاقي الصورة فتحت. هلقيت انا لو بقدر احرك، بدي اسال بقدر احرك التول بار هذا من مكانه؟ بقدر. كيف؟ انه اضغط على الشريط هذا الاسود واسحبه في اي منطقه في مساحه العمل، باجد انه التول بار اتحجم لي بحجم الصوره. طيب كيف ممكن انه انا لو بدي ارجعها مكانها؟ بضغط على الشريط الاسود وباجي في الزاويه هاي، وقت ما بيظهر عندي المربع الازرق بترك ايدي عن الماوس، بلاقي الأمور رجعت زي ما كانها. طيب لو بدي أفتح صورة تانية باستخدام نفس الطريقة، بأجي للمجلد أختار صورة رقم 2، أضغط عليها بالماوس بزر الفأرة الأيسر، وأجي على أيقونة الفوتوشوب. لو أجيت أنا في الوسط هتيجي وين الصورة؟ هتفتح في تاب جديدة ولا هتظهر فوق، هتيجي فوق الصورة في التاب هذه؟ خلينا نشوف. أترك إيدي عن زر الفأرة الأيسر، نجد ان الصورة رقم 2 فتحت في نفس مكان الصورة رقم 1. طب انا ما بدي الكلام هذا يكون، انا بدي الصورة رقم 2 تفتح في تاب جديدة. نعمل ديليت، نيجي كمان مرة على مجلد العمل، نختار الصورة رقم 2 اسحبها، واجي على برنامج الفوتوشوب، وين باجي؟ على الشريط الاسود، وقت ما بقول لي نسخ في المنطقة هاي نسخ، بترك ايدي عن الماوس، بنلاحظ انه الصورة تم فتحها في تاب جديدة. هي التاب الاولى للصورة الاولى، هي التاب الثانية للصورة الثانية. طيب خلينا نغلقهم ونشوف. الان بدي اخذ الطريقة الثانية لفتح الصور، وهي عن طريق فايل اوبن.
وهي لها اختصار باستخدام لوحة المفاتيح، انه اضغط كنترول زائد او. هنقول له فايل اوبن، نختار الصورة مثلا رقم واحد واحكي له ايش اوبن، فتحت الصورة رقم واحد. طيب لو بدي افتح كمان صورة، احنا قلنا فايل اوبن الاختصار ايش اللي هو كنترول او، خلينا نستخدم الاختصار، اقول له كنترول او، اختار صورة رقم اثنين اقول له اوبن، فتحت في تاب جديدة. طيب هل جيت انا لو بدي افتح اكثر من صورة في وقت واحد، كل مرة هقول له فايل اوبن فايل اوبن او اختار صورة، طب هذا الامر ايش مرهق. خلينا نشوف طريقة نغلق هدولة، وبدي افتح ثلاث الصور في آن واحد، احكي له فايل اوبن، عند الصورة رقم واحد واثنين وثلاثة بدي افتحهم، احددهم او اظللهم بالماوس، اخترت انا هيك الثلاث صور، الصورة رقم واحد وصورة رقم اثنين وصورة رقم ثلاثة، وايش احكي له؟ احكي له اوبن. بنلاحظ انه كل صورة بدأت تفتح عندي في تاب جديدة مستقلة. طيب لو انا بدي هدول الثلاث صور اعرضهم مع بعض في ويندو واحد، بدل ما اتنقل بين الثلاث صور، كيف انا ممكن اعرضهم؟ عندي ثلاث صور بدي احكي له في ويندو ارينج انه رتب لي اياهم، ممكن اقول له بدك اياهم، عندي هم ثلاث صور، اقول له مثلا 3 اب فيرتيكال، يبقى هي عرض لي الثلاث صور في ان واحد، او ممكن احكي له ويندو ارينج 3 اب هوريزونتال، هي الثلاث صور عرض لي اياهم وانا شايفهم لقيت كلهم، او ممكن احكي له ويندو ارينج 3 اب ستاك. خلينا نغلق الصور، الطريقة الثالثة لفتح الصور وهي عن طريق فايل Open as Smart Object، يعني افتح لي الصورة كأنها كائن ذكي. هنختار الصورة نقول له open، بنلاقي صورة فتحت كأنها كائن ذكي، وبنلاحظ فيه عندي أنا في المنطقة هاي بحكي لي إنه smart object thumbnail، smart object thumbnail. إيش معنى smart object؟ هنحكي عنها في محاضرات لاحقة، بس أنا حبيت إنه أوضح لكم إنه ممكن أفتح الصورة بأكثر من طريقة، وهي الطريقة الثالثة إنه أفتح الصورة ككائن ذكي. وممكن من خلال فايل open recent بيحكي لي الصور آخر إشي اللي أنا فتحتهم، أنا فتحت صورة رقم واحد وصورة رقم اثنين وصورة رقم ثلاثة، ممكن أفتح الصورة اللي بدي أحتاجها. طيب أنا الآن في عندي الصور اللي نتعرف عليهم عبارة عن نوعين مهمين جدا من الصور، وهي الصور اللي بامتدادها جي بي جي زي ما شفنا أو زي ما عرفنا. في عندي نوع تاني الروع المجلد مثلا، الصورة رقم أربعة مثلا، أروح أضغط عليها بالماوس بزر الفأرة الأيسر، أسحبها وأجي فوق وقت ما بقول لي نسخ أو كوبي، ويجيني إشارة الزائد بضغط عليها وبسيبها، أسيب الماوس بنلاقي الصورة نزلت لوحدها بعيدة عن الصور، يعني بقى عندي صورة رقم واحد وصورة رقم اثنين وصورة رقم أربعة. هذه الصورة اللي تو نزلناها امتدادها بي إن جي، والصورة اللي قبل شوية كانت جي بي جي جي بي جي بي ان جي. ايش مقصود بالجي بي جي والبي ان جي؟ هو الامتداد الخاص بالصوره. طيب ايش الفرق، او ايش الفرق بين البي ان جي والجي بي جي؟ زي ما انا شايف او زي ما احنا شايفين انه الصوره اللي نزلت بي ان جي ملهاش خلفيه، يعني خلفيتها عباره عن مربعات صغيره، وهذا عباره الخلفيه عباره عن خلفيه شفاف. مثلا هاي الصوره اروح اقدر اسحبها وأجي على صورة رقم اثنين وأتركها، نجد إنه الخلفية اللي بعد الصورة ما تأثرت، بقت شفافة زي ما هي،
لأنه خلفية الصورة رقم 4 بيضة. وعشان أثبتها بضغط إيش؟ الصح. نجد إنه الصورة كأنهم صورة واحدة صاروا. الآن هنروح نتعرف على حاجة اسمها أو حاجة معانا موجودة في البرنامج، كيف إنه أنا ممكن أعمل زوم على الصورة، يعني كيف بدي أعمل تقريب على الصورة. في عنا من شريط الأدوات، في عندي أداة اسمها زوم تول بشكل العدسة. هضغط عليها ضغطة واحدة بزر الفأرة الأيسر، تمام، واروح على اي مكان في الصورة انا عايز اقربه واضغط عليه كليك بالماوس. لاحظ انا عندي الصورة كام؟ 66.7. لقينا الصورة صارت كام؟ 100%. كل كليك بتكبر الصورة شوية، كل كليك بتكبر الصورة شوية. طيب ممكن افضل ضاغط وامشي بالماوس، ايش هيحصل؟ اضغط، ايش بيصير في الصورة؟ بتكبر. نجد ان الصورة بتكبر. طيب لو بدي اعمل تصغير للصورة، اضغط على العدسة من فوق من شريط الخصائص زوم اوت، وبصير اضغط عليها كل ضغطة بصير تصغير شوية للصورة. لو بدي اكبر ضغطة. طيب لقيت انا لو بدي امشي على الصورة، اتحرك على الصورة وهي معمول الها زوم ان، كيف انا ممكن اعمل هاي الطريقة؟ هروح اضغط على زر المسطرة، اتحرك، تلاحظ الشكل موجود عندي ايش؟ شكل العدسة. لو ضغطت على المسطرة ايش بشير؟ بصير عندي شكل الماوس، بصير بالإيد، بشكل اليد اتحولت. بنحرك بشكل اليد، يعني أنا ضلني ضاغط على المسطرة وبحرك بالماوس بزر الفأرة الأيسر بروح لأي مكان. هذه اسمها أداة إيش؟ الهاند تول. طب هذه الأداة شكل اليد شفت أنا موجودة عندي في شريط مين الأدوات. تعالوا نشوف اليد، نضغط عليها ضغطة، هذه شريط الأدوات تحركت. يبقى أنا قبل شوية إيه صار عندي؟ أنا كنت ضغط على الزوم، أداة الزوم، انتقلت للأداة من غير ما أروح لشريط الأدوات، وأنا أضغط على زر المسطرة بلوحة المفاتيح تحولت بشكل مباشر. يبقى هذا اختصار. يبقى لقيت انا تعرفت اداة الزوم تول واداة ايش؟ الهاند تول. طيب لو انا بدي ارجع الصورة زي ما كانت لحجمها الطبيعي، اقول له فيت سكرين، او رجعت كل الصورة وضحت عندي لفيت باستخدام زر فيت سكرين. كمان مرة، لو انا بدي ارجع الصورة لحدود مساحة العمل، هروح اضغط على من خلال شريط الادوات، اضغط على زر عندي موجود اسمه فيت سكرين، نضغط عليه بنلاقي الصوره تحولت او رجعت لجميع لمساحه العمل. طيب الان بدي اتعرف كيف انا ممكن اقتطع جزء من الصوره، او اخذ جزء معين من الصوره واشيل الباقي. عندنا في شريط الادوات، الشريط هذا اسمه شريط الأدوات، في عندي أداة اسمها أداة كروب تول، هاي الأداة نضغط عليها ضغطة بنلاقي عندنا حدود الصورة أو الزوايا للصورة صارت أكتف فعالة في المنطقة هاي، الزاوية هاي، النقاط في الزوايا صارت إيش عندي؟ فعالة. أقدر أتحكم فيها زي ما أنا بدي، أقدر أكبرها، أقدر أصغرها، ممكن أنزل هيك، أعمل هيك،
أكبر شوية، أحرك أي زاوية من الزوايا، أغير اللي بدي إياه. يبقى أنا من خلال هذه المجموعة أو النقاط بقدر، أو الحدود، بقدر أحرك للشكل اللي بدي إياه وفي المنطقة اللي بدي إياها. على سبيل المثال، أنا وقتش ببدأ أحرك لما يظهر عندي سهمين يا أستاذ؟ لاحظ السهمين اللي ظهروا، لما يظهر عندي سهمين بقدر أشد زي ما أنا عايز. طب أنا بدي أقتطع المنطقة هاي، أنا استقريت إنه بدي المنطقة هاي وبدي أقتطعها، في عندي إشارة الصح، شايفينها في إشارة الخصائص بتاعت الكروب، بنضغط عليها ضغطة بنلاقي الصورة تم اقتطاعها في المنطقة هاي، وبقدر استخدم عليها، بقدر اكتبها، بقدر اخذها ككفر للفيس بوك، وبقدر اعمل اللي بدي اياه. الان خلينا نيجي لمرحلة الحفظ، كيف بدي اعمل عملية حفظ للصورة. ممكن احفظ الصورة على شكلين او بطريقتين معينتين. عند الصورة هذه صار عليها تغيير، اروح ممكن على الفايل، اروح على سيف او سيف اس، سيف حفظ لي اياها كانها جي بي جي، هقول له فايل سيف از. اول طريقه انه انا بدي الصوره تكون مفتوحه المصدر، مش انا عدلت عليها هذه قبل شويه كنترول زد، تمام؟ اكيد انا عدلت على الصوره هاي، ممكن اقول له فايل سيف از. File Save As. أول طريقة أو أول شكل إنه بدي أحفظ فيه إنه هذا التصميم تاعي مفتوح المصدر. يبقى إيش معنى مفتوح المصدر؟ يعني بدي أكون امتداد الصورة تكون فوتوشوب بي اس دي أو بي دي دي أو بي اس دي تي. يبقى أنا بدي أروح أول خيار فيه الفوتوشوب أختاره. طب إيش معنى مفتوح المصدر؟ انه انا وقت ما بدي ارجع الى التصميم تاني واعمل فيه بقدر افتح الملف، نضغط سيف، هنروح على المجلد تاعي اللي محفوظ فيه الصور، هلاقي الصوره او الملف المفتوح المصدر اخذ شعار البي اس دي. يبقى انا عندي صوره كانت رقم واحد هيك تشكلها، صار ايش عندي بي اس دي بهيك رقم ايقونه من الفوتوشوب. الآن نرجع نحفظ بالطريقة الثانية اللي هو فايل سيف از، بدي احفظها جي بي جي اللي هي امتداد الصورة، واقول له مواف حفظ. انا محفوظة عندي قبل، بدي اعدل وابدأ استبدل الاسم الموجود بالصورة الجديدة، نقول له يس. هل جيت هنا ظهر عندي انا في المنطقة هاي بدي الكواليتي، بدي احط اعلى كواليتي للصوره، اعلى جوده، وهي كانت 12 باليدوي، او اتحركها بالهانه اخليها 12 واقول له اوكي، انتهى وتم حفظ الصوره بامتداد جي بي جي. زي ما حكينا رحنا على المجلد، في عندي صوره جي بي جي والصوره الثانيه اللي هي امتدادها بي اس دي بايقونه البرنامج. يبقى اي صوره منهم لو بدي اعدل عليها افتحها، بروح على صوره الامتدادها بي اس دي بنفتحها. يعطيكم العافيه، وبتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء.